مارست هذه المجموعات القتل والنهب والسرقة والاغتصاب والاستيلاء على منازل المواطنين وممتلكاتهم، ودمرت الأعيان المدنية من مرافق للخدمات ومستشفيات ومقار للدولة ودواوين الحكومة، وحاولت طمس تاريخ وهوية الشعب السوداني، وذلك بالاعتداء على المتاحف والآثار والسجلات، سجلات الأراضي وسجلات المدنية وسجلات المحاكم. كذلك نهبت المصارف والبنوك والشركات العامة والخاصة، وأطلقت سراح المساجين والمعتقلين الذين من ضمنهم مطلوبين للعدالة الدولية وإرهابيين. هذه المجموعات المتمردة مارست جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في معظم بقاع السودان، فمارست التطهير العرقي وتهجير السكان من مناطقهم، أيضاً مارست العنف الجنسي والقتل على أساس العرق والتعذيب وكل ما يرقى إلى أن يوصف بأنه جرائم حرب. حدث ذلك في دارفور وفي الخرطوم، وما حدث بغرب دارفور في الجنينة كان بمثابة صدمة للضمير العالمي. كذلك مشابه له حدث في طويلة وفي مورني وفي منواشه وحتى في الخرطوم. ما حدث يمثل خير شاهد على ممارسات هذه القوات والمجموعات المتحالفة معها. نطالبكم السيد الرئيس والمجتمع الدولي باعتبار هذه القوات والمجموعات المتحالفة معها مجموعات إرهابية تستوجب أن يقف الجميع في وجهها ويحاربها لحماية الشعب السوداني والإقليم بل والعالم، حيث تسببت في مقتل الآلاف ونزوح وتشريد الملايين.